أفريكا جزوف يا هيل مامنجا بروجكت دهون من نجارو يتعلقوا بالدراسي قدب جنباتا بتتناكر ملك يتكهدنو إثيوبيا يتعلقوا بالدراسي قدبن يجن باتش اللهشو بج الله ماست يالله سلسابة متوي مهونه زبا يالكتريك هيل تدق عميلا مدرجنو يهدراسي قدب جنباتا كتجمر جمرو يتعشينو تفاسس هجرات كإثيوبيا قار لدردر تقام طال بجبس عصاريه جندي فرم على فسيلم يك إنجز عزمن ولوش اندي تبقى كلات كما فلك دردرو فريسا يفراه اسكهون قويتوال الزيلي إثيوبيا فتاوي يوها تقاقا من دينور كما فلكنا بتاچينيو تفاسس هاگرات لي قوله قودات على مدرس يميل مرهيزا إيتن كساك أسجنو بتليا يملكو قدبون دايقان باك راني وچن ستاس ماي قويتشو جبس أهول لي أقوامون بقلت مك أيروان باتاساوكم يقارات تقامينت لي مازن بلواني مياملاكتو هوني تاوش منوراتشون كأدي سوال تاگار قويتا درقود بوجي قدام منستر يا Public Diplomacy Director General هونوت أمباسادر دينا مفتين ناقرالو أهون عرطاني عرطي أموليت لايدر سالج ولمست قدو ودمتنا قدر سوال النسوم ياو يانا قواماتشونك أي ربات بقلس هوني تاباين ورم قدو قن اندما يغفو بات كاهونو ماستوالي تشالا أبرن نتكلم وده ميلو، إما زنبل الدلو على، قدبون، قدبون تروفات أبرن نتكلم وده ميلو، إما زنبل الدلو على بياس سبعنا وده فيت، قدبون ده تتناقك، ناتم ليلا مارج أوردي يتزكاه دول. من المكان جيبس نايلن يمتقم بچنيا مبتي ያላት ሀገር አድርጋ ዜጎቿን በተሳሳተ ትርክት በተሳመንም አሁን ላይ የተፋሰሱ ሀገራትና ሌሎችም ጭምር አብዛኛው የናይል ወንዝ ከኢትዮጵያ እንደሚመነጭ እውነታውን መረዳት ይችላል ይሁን እንጂ ግብጽ አሁንም ቢሆን ኢትዮጵያ ሌላ ግድብ እንዳትገነባ አሳሪ ህግ እንዲፈረም እንትፈልጋለች ከዚህ በኋላ ባይንዲንግ ህግ እንፈራረም أساري هكا ميلوت من دنو إثيوبيا كذي وشي نيلا قد مسرات النماتشين هلو تشمر أن تفر ملن ميلوت نقر على إيه هنا لا هونم وال مي هنا دلم كإثيوبيا أنصار نقر قن زور زور هونم أجندا تشملو بملو شكفو شيل فارغو كتشل اللو جاتشون أثرون وبلو مالت وهنت يونال بوست በኢትዮጵያ ቀዳዳ ተጠቅመን እንደ ነገሮችን ማድረጉን እንቅስቃሴ መከተላቸው የማይቀርም ብሎ መጠራጠሩ ጥሩ ነው ይሄ ማለት ግን ሲኒሲዝም አይደለም ማለት በጥላትነት መንፈስ አገሮቹን ለማየት አይደለም ግን አሁንም የኢትዮጵያ ተመራጭ የሚሆነው በቁጥር አንድ መያዝ ያለበት አብረን እንስራ ግብጽና ሱዳን ከኢትዮጵያ ጋር ሲያደርጉት የቆየው ድርድር በጥናትና ምርምር የተደገፈ ባለም ሆኑ አልተቋጨም የሚሉት በጆሃንስበርግ ዩኒቨርሲቲ የፓን አፍሪካ ተመራማሪ የሆኑት ዶክተር ሰይፈት አደለ በኢትዮጵያ ያሉ ዩኒቨርሲቲዎች ያየር ንብረት ለውጥ የውሃ ሀብት ላይ የተለያዩ ጥናትና ምርምሮችን ማድረግ እንዳለባቸው ያነሳሉ። እስካሁን የሚደረጉ ድርድሮች ያልተቋጩት በሶስቱም ወገኖች ተጨባጭ ሆነ ساينتيفيكي هون ريزوليشن بالمنورة چهونا النزي بينورو نورو يميا كراكرم يميا ناكورم مادلا من البات بايتيبيا بكول يمي كربو عندان ساينتيفيكي هونو مراجعوش لنورو چلالو با ايجيبت مندزيو با سودان مندزيو دن نزيهم باليلان پارتي ويريفاي لي هونو يمي چلو نگر كادر رقن اندانتن اندا هاگر اندا هاگرم يهن مفتاتي يمي چلو باچو መንገዶች ይኖራሉ ስለዚህ ሪሰርች ኢንስቲትዩሽንስ ማጠናከር የኢትዮጵያ ቀዳማይ ተግባር ነው መሆን ያለበት የውስጥ ችግሮቻችንን ሌሎች እንደ ትልቅ አጋጣሚ ይጣቀሙበታል የሚሉት ዶክተር ሰይፈ የውስጥ ጥንካሬን በማሳደግ በሌሎች ዘንድ ያለንን ተሰሚነት መጨመር ይገባል ይላሉ እነዚህ የኛ የውስጥ ድክመታችን ሌሎች አድቫንቴጅ ሊወስዱባቸው የሚችሉባቸው አጋጣሚዎች አሉና የኛ የውስጣዊ ያስተዳደር መዋቅር ጥንካሬያችን ነው ሪፍሌክት የሚያደርገው ባይ ዘ ወይ ዲፕሎማሲም ላይ ሚሊተሪም ላይ አህጉራዊ ተሰሚነታችን ዓለም አቀፍ ተሰሚነታችንም ላይ የውስጥ ጥንካሬያችን ነው እኛን ተሰሚ የሚያደርገን እዚህ አገር ውስጥ ያለውን ችግር የመፍታት በምግብ እህል ራሳችን የመቻል የዋተር ፖለቲክሱን ፕሮፐርሊ ማኔጅ ማድረግ ዲፕሎማሲያችንን ማጠናከር ወታደራዊ አቅማችንን በግል ብቻ ሳይሆን በቀጠናዊም በአህጉራዊም ነገር ማጠናከር እነዚህን ካደረግን የአባይን ችግር አይደለም
ሌሎችም አህጉራዊና ቀጠናዊ ችግሮችን የማንፈታበት ምንም ምክንያት አለ ብዬ አላስብም። የግድቡ መጠናቀቅ እንደ ሀገር ዘርፈ ብዙ ጠቀሜታን የሚያስገኝ ነው። ታላቁ የህዳሴ ግድብ በኢነርጂ ዘርፍ ከሌሎች ሀገራት ጋር ለመተሳሰር ያለው ፋይዳ የጎላ በመሆኑ የተፋሰሱ ሀገራት በትብብር መስራታቸው አዋጭ እንደሆነ ተገልጿል።